ثقب القلب الأذيني هو مرض عم يشتهر فيه وعم يصيب نسبة كبيرة من الأطفال، فهو من الآفات الخلقية يلي ما بتكتشف ولا لها أي أعراض ممكن تظهر على الشخص إن كان بمرحلة الطفولة أو بمرحلة البلوغ وحتى بالشباب، يمكن لبعد سن 40 أو 50 لحتى تبلش أعراض القلب ثقب القلب الأذيني بالظهور عند الشخص، وممكن تتأخر بالظهور وما بنعرف شو ممكن لوين تتطور الحالة ما يصل. صحيح عفاف، لهيك اليوم خصصنا هاي الفقرة لنحكي بشكل أوسع عن كيفية معرفة أو تشخيص المبكر للثقب الأذيني للقلب، وهل من الممكن تلافي الوصول لمرحلة خطيرة قبل ما نكتشف هذا الموضوع، شو الأعراض، الأسباب، العلاج، كل هاي التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور أحمد العايد، استشاري قلبية وأيضا أخصائي بالقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم وشكرا لكم. صباح الخير صباح دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني ثقب القلب الأذيني هو صار من أشهر الآفات الخلقية يلي عم ينصاب فيها كثير من الأشخاص خلينا نقول، ولكن خلينا نرجع للسبب دكتور، يعني سبب حدوث هذا المرض بما أنه هو كمان ما له أي أعراض. الحقيقة السبب هو عيب خلقي. يعني عادة بتكون القلب الأيمن والأيسر، القلب هو جزئين أيمن وأيسر مفصولين تماما بحاجز، بين الأذينتين اسمه الحاجز الأذيني وبين البطينين اسمه الحاجز البطيني. هلأ وجود خلل في هذا الحاجز هو الثقب، أو نحن بنعبر عنه بالفتحة، فتحة بين أذينتين أو فتحة بين البطينين. نتيجة وجود هالعيب الخلقي، سبب خلقي هو، بصير مرور الدم من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن. الضغط ما نوع واحد بالأيمن والأيسر، في فرق، الأعلى دائما هو الأيسر. بوجود الحاجز ما بيختلط الدم، أما بوجود هذا العيب بصير في اختلاط للدم، بيؤدي لزيادة تدفق الدم للأيمن، وبالتالي عبء إضافي على الرئتين وحدوث شيء اللي بنسميه ارتفاع الضغط الرئوي وقصور القلب. الحقيقة ليش بصير عند البعض وما بصير عند البعض الآخر؟ هلأ بعض الدراسات قالت أنه الانتانات الفيروسية أثناء الحمل ممكن تأثر، خاصة الحسب الألمانية مثلا اللي طبعا معظم الناس أخذين لقاحات إلى مثلا، بعض الأدوية، الدخان، الأرجيلة، هي كلها من العوامل اللي ممكن تؤدي أو تساهم لحدوث الثقب هذا أو الفتحة أو أي خلل آخر. طبعا هي ممكن تجي لحالة الفتحة بين أذينتين، وممكن تكون مشتركة مع آفات خلقية تاني. طبعا لما يولد الطفل ممكن ما يحس بأي أعراض، ممكن ما ينتبهوا له، وفعلا بنلاقي فتحات بين أذينتين عند بالغين وعند كبار مثل ما تفضلتي، يعني ممكن بعمر 50 و60 سنة لحتى نكتشف هي الفتحة بين أذينتين، لحتى تؤدي لارتفاع ضغط، لحتى يصير في أعراض والمريض يراجع ويشوف شو الموضوع. طيب دكتور، باعتبار انه ممكن ما تظهر بشكل واضح لا اثناء الولاده ولا بعد لاعمار كبيره، هل في مثلا ادوات جديده اصبحت ممكن تعطي مستشعرات حالات معينه انتم عم تستدلوا منها اعراض متكرره، فبالتالي مع الوقت بين معكم انه هي مشتركه مع اللي عندهم ثقب اذيني؟ هل في اجهزه جديده مثلا؟ هلا بنعرف نحن القسطرة كان زمان أهم شيء صار، بعد هلأ يعني كتير علاجات تنظيرية أصبحت تعتمد على أنه ممكن يكتشفوا من خلال المنظار كتير عيوب ما صحيح كانت واضحة سابقا. ما زالت القسطرة هي الأساس الحقيقة، ولكن بمجال الفتحة بين أذينتين أو الثقب الأذيني اللي سميناه هيك، في الإيكو القلب، إيكو خاصة الدوبلر الملون المتطور الحديث، أكيد بيكشف هالفتحات أو هالعيوب الخلقية. بس هي الفكرة من الأساس الانتباه للأعراض. هلأ ممكن مثل ما قلنا ما يكون في أعراض، هذا بيتبع حجم الفتحة أو حجم الثقب. الفتحة الصغيرة بين أذينتين ما بتعطي أعراض، وممكن يعيش عمره كله الإنسان بدون ما يحس بأي شيء إطلاقاً، حتى يعني بعد 60 وبعد 70 ممكن تكون موجودة إذا كانت عبارة عن ثقوب صغيرة وما عم تسمح للدم إنه يمر بكمية كبيرة ويختلط بين الجانبين، فما في أعراض. لكن الفتحات الكبيرة وخاصة المترافقة بأمراض تانية بتظهر من لحظة الولادة. هلأ ممكن
اذا في امراض او مرافقات للفتحه يصير في زرقه عند الطفل، ممكن يكون في صعوبه بالرضاعه، ممكن يكون فشل بالنمو مثلا، ممكن زله تنفسيه بتلاحظها الام بشكل واضح، يعني بتحس انه ابنها نفسه مو طبيعي. فهي كلها، حتى التعرق الغزير اللي ممكن يصير مع الطفل ملفت للنظر. بمراحل متقدمه بصير اعراض قصور قلب وارتفاع الضغط الرئوي الاكثر، اللي هي عباره عن ضيق نفس، وخاصه اثناء الجهد او اثناء ممارسه الرياضه او صعود درج مثلا، بصير يظهر عند المصاب بهالمرض هذا بنسميه زله تنفسيه او ضيق النفس. مراحل متقدمه بصير اعراض قصور قلب كامله وبصير واضحه جدا، هي بس مراحل شوي متاخره. طيب دكتور، اذا تم اكتشاف هذا المرض عند الاطفال او حتى عند البالغين، كيف ممكن يتم علاجه لهذا المرض وممكن هو سبب خطوره على حياه الشخص؟ هو لحسن الحظ انه في كثير فتحات تغلق تلقائيا، يعني ما في داعي للتداخل عليها. فممكن تسكر مع نمو الطفل، لكن هلا اللي بتستمر وخاصه اذا كانت عرضيه وكبيره فيجب اغلاقها جراحيا اذا كان عند الطفل سببت اعراض. لما يتم نمو المصاب بهالمرض او اللي عنده هالفتحه، في وسائل جديده عن طريق القسطره القلبيه، هي اغلاق عن طريق القسطره بدون عمل جراحي. طبعا هي ما بتنطبق على كل الفتحات اكيد. الفتحه المعزوله اللي لها حواف واضحه مثلا واقطار معينه فرضا ما تكون كثير كبيره، هي ممكن اغلاقها عن طريق القسطره، يعني بدون جراحه قلب، اداه بتنحط بهالمكان وبتسكر. المشكله عند الاطفال بتصير، ممكن تصير طبعا، لكن بدنا نقدر انه الطفل ممكن ينمو، فالاحجام ممكن تختلف عنده، يعني طفل وليد جديد مثلا او رضيع صعب شوي انه نتعامل عن طريق القسطره معه بالاغلاق. يعني ما في خطورة حياته اذا كان مصاب بهذا. هلا الفتحه بين اذينتين هي من اسلم الامراض الحقيقه نسبيا، خاصه اذا كانت صغيره، وحتى عمليتها ما بهالخطوره. يعني هي ممكن نحط رقعه او مثل ما قلنا عن طريق القسطره، خاصه لما تكون الفتحه معزوله مو مترافقه بامراض ثانيه. اما مع التقدم بالعمر اذا كانت صغيره ممكن تبلش الاعراض تظهر، وياما المرضى بيجونا باحتشاء عضله قلبيه او بنقص ترويه قلبيه بنكتشف عندهم فتحه. فهذا يعني وارد انه اذا كانت صغيره انه ما يكون في لها اعراض بالصغر، وتكتشف صدفه خليني اقول لما يكون المريض صار معه نقص ترويه او صار معه احتشاء او اي شيء اخر اثناء اجراء تقييم عن طريق الايكو بتبين هي. طبعا طبعا الوسائل الاستقصائيه كمان طورت، حتى موضوع الطبق المحوري، الرنين المغناطيسي، كله هذا وسائل اضافيه، بس التشخيص الاساسي هو عن طريق الايكو، ايكو القلب الدوبلر الملون اللي بيكشف الفتحات بنسبه عاليه جدا جدا. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي، احيانا بيكون في عنا عوامل جهد بيعملها الشخص الطبيعي تكون مارقة وبسيطة، وخصوصا إذا ما كان مدخن أو ما عنده مشاكل صحية. هل مثلا بعض عوامل الجهد ممكن تكشف أنه هذا الشخص عنده ثقب أذيني، ممكن يتعرض لجهد معين يقوم ما يقدر يتحمله فيراجع طبيب يبين معنا هذا الشيء؟ خلينا هيك شوي نعطي شوية تلميحات إذا في مجال. الحقيقة الجهد هو يكشف المرض الكامن، المرض اللي موجود اصلا، ولكن مو هو اللي بيعمل المرض، مو الجهد اللي بيعمل المرض، ولكن هو يظهر المرض. حتى نحن بتعرفي نحن بمجال اختصاص امراض القلب في عنا شيء اسمه اختبار جهد. يعني هلا الانسان اللي اثناء الراحه ما عنده هالاعراض المهمه او الفحص تبعه الطبيعي بخليه يمشي شوي وبنشوف بنقيس تماما، او على التريدميل على الجهاز، يعني تحت المراقبه اكيد، يعني بنكون عم نسجل تخطيط لحظه بلحظه وعم نراقب العلامات الحيوية لحظة بلحظة، فأثناء الجهد بتنكشف المشكلة أو بينكشف المرض عنده فعلا. لكن أنه هلأ كتير ناس بيظنوا أنه الجهد هو اللي بيأذيهم أو هو اللي بيعمل لهم مرض، الحقيقة لا، مو هيك، هو بيظهر المرض الكامن عندهم. طبعا لما يكون مريض قلب بده يعني يعمل الجهد اللي بيقدر عليه، نحن نقول له دائما للمريض قلبك دليلك، بمعنى بتقدر تمشي يعني كيلومتر مشي، بتقدر تمشي 2 كيلومتر مشيهم،
المشكلة وين؟ لما يصير في تكاسل. يعني هو بيقدر يمشي 5 كيلومتر بس ما فضل يمشي غير كيلومتر مثلا، فهون الخلل أو هون المشكلة. من جانب آخر يعني هلأ إذا قلنا له المريض العابر يا ضو امشي وأم ظهر عنده أعراض أو حس بمشكلة، ما بيقول الطبيب والله اللي امشي، لا وقف انتبه للرسائل اللي بيبعت لك ياها قلبك. يعني القلب بيخاطب صاحبه وبيوجه له رسائل، هنا افعل هنا لا تفعل. فهون هذا جهد فيك تعمله، هذا جهد ما فيك تعمله. المريض الواعي المنتبه لهالمسجات او هالرسائل اللي بتوصله من قلبه بيعيش حياته طبيعيه الحقيقه. يعني مثلا بده يبذل جهد بده يطلع درج، بيقدر يطلع بس بقى قلبه بيقول له على مهل، يعني اذا استعجلت رح تظهر الاعراض. الرسالة الثانية بيقول له لا تعمل جهد بعد الأكل. دائما مرضانا لما يأكل وبده يبذل جهد بعد الأكل، طبعا هذا خطأ شائع، ما المفروض ممارسة الرياضة أو بذل الجهد بعد الأكل مباشرة، أكيد المفروض أن يكون على معدة فاضية أو بعد فترة معينة من الطعام بيكون أفضل، لأنه عملية الهضم هي جهد إضافي على القلب. الشغلة الأخيرة ينتبه الإنسان لقلبه، يعني مجرد ظهور أعراض لازم يطلب المساعدة الطبية، لازم يراجع الطبيب أو أقرب مركز صحي أو مشفى ليشخص المرض ويأخذ العلاج المناسب والرعاية المطلوبة للقلب ويضل بسلامة يعني من ناحية القلبية. دكتور يعني قد اليوم مهم كمان ما بدنا ننسى التغذية وطبيعة الأكل والحياة اللي بيعيشها الشخص المصاب بهذا الثقب، قد ممكن اليوم يلعب دور النظام الصحي والأغذية الأطعمة خلينا نقول بفترة العلاج بتخفيف هاي الأعراض والحد منها؟ طبعا إلى دور كتير مهم. مثل ما قلنا ممكن الإنسان يعيش مع ثقب أذيني بطيني أو أيا كان مثلا بكتير بأريحية إذا كانت الثقوب صغيرة، خاصة الفتحة بين أذينتين أو الثقب الأذيني ممكن ما يكون إلى هالأعراض المهمة. لكن هلأ مع زيادة الوزن بدها تظهر أعراض، مع مثلا دخان الأرجيلة، قلة الفعالية الفيزيائية، هلا ما يؤدي الى ظهور البدانة هي المشكلة. على رأسها طبعا الكربوهيدرات، السكر، الخبز، ايضا الأطعمة المقلية المقالي بشكل عام كتير كتير سيئة، كتير ممكن تعمل مشكلة بالوزن وبتؤدي لتفاقم المشكلة القلبية وظهور المزيد من الأعراض القلبية ودخول المريض بقصور القلب. يعني بيكون المريض صحيح عنده هالمرض لكن مرتاح ما عنده شيء، بصير زيادة بالوزن أو بصير يدخن أو يأرجل زيادة تظهر عنده المشكلة وبتتفاقم، وهون بقى بيدخل بقى بالمرض ونضطر للدخول حتى العمليات الجراحية. أيضا المحافظة على وزن مثالي ولياقة عند المريض مهمة جدا، مشان فيما لو احتاج عمل جراحي في المستقبل تخدير المريض البدين صعب كتير وفيه خطورة الحقيقة، لأنه يعني أنه يصحى من البنج مثل ما بيقولوا الناس، يعني أنه فيه صعوبة الإنعاش وإيقاف التخدير. فدائما الإنسان يحافظ على وزن معتدل، نمط حياة بنسميه صحي ما أمكن، ناكل أقل ونمشي أكثر أو نمارس رياضة أكثر، نركز على الأغذية الصحية، الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة مثلا، الأجبان الألبان ما في مشكلة منها، نبعد عن السكر، نبعد عن المقالي، نبعد عن الكربوهيدرات بشكل عام. نعم، هي عوامل خطورة بين إيدينا مثل ما بيقولوا دكتور، يعني نحن فينا نضبطها قدر المستطاع اللي هي اللايف ستايل أو النظام الغذاء الحياتي والرياضة وما إلى ذلك، لكن في عوامل خطورة خارجة عن إرادة الشخص، ممكن إصابته بأمراض مزمنة، ممكن تترافق مع الأمراض القلبية أو تكون مسببة أو مفاقمة للأمراض القلبية، خلينا نحكي عن هاي عوامل الخطورة أيضا. هلأ كل الأمراض اللي بتصيب جسم الإنسان أول شيء بيجاوب عليها القلب، حتى لو رشح بسيط أو قريب أو التهاب طرق تنفسية، فورا من القلب هو اللي بيجاوب، هو اللي بيخفق، هو اللي بيتسرع، وهو أيضا ممكن ينصاب فيها، يعني بنسميه انكسار معاوضة، بيكون القلب معاوض بمعنى رغم وجود مرض أو مشكلة لكن مدبر أموره خلينا نقول.
بيجي الالتهاب او الانتان بشكل ادق مثل انفلونزا او حتى الكورونا حتى القريب الرشح ممكن يكسر المعاوضة القلبية ويظهر أعراض القلب ويفاقمها. ياما ناس كان مثلا عندهم حالة قلبية معينة بعد هيك التهابات أو انتانات دخلوا بقصور قلب. طبعا الانتباه للموضوع من البداية، دائما التشخيص المبكر يساعد بالوقاية ويساعد بالعلاج وبشفاء الحالة، والتأخر بالتشخيص بيمنع هالشفاء هذا، بيؤدي لتفاقم المرض وبيؤدي لدخول المريض بالمراحل النهائية. لكن الفكرة أنه الالتهابات مو هي اللي بتعمل المرض، مثل نفس مفهوم الجهد، لكن هي تفاقمه، هي بتزيده، وممكن بحالات معينة هي تعمل اعتلال عضلي قلبي أو تعمل التهاب بغشاء القلب وتؤدي بدخول بقصور القلب. طيب دكتور، ذكرت نقطة كتير مهمة هي طريقة التشخيص اليوم. يعني أنا كيف يعني هو مرض غامض وممكن ما ينكشف بسهولة، صحيح. طريقة التشخيص اليوم كيف ممكن تتم لاصق بالقلب الأذيني؟ هلا مثل ما قلنا، الانتباه أولا للأعراض، الفحص السريري العادي اللي بيعمله الطبيب بالعيادة، من السماعة نبدأ بالتشخيص. حتى في علامات بالسماعة بتنكشف عند مريض الثقب الأذيني واضحة، يعني الحقيقة يعني هي من السماعة ممكن يبدأ التشخيص. بعدها ممكن ينتقل الطبيب لإجراء تخطيط قلب كهربائي، صورة صدر بسيطة، يعني الطريقة الذهبية في التشخيص هي إيكو القلب. الإيكو ما بيغني عن التخطيط، والتخطيط ما بيغني عن الإيكو، لازم يتكاملوا. يعني ما بيقدر المريض يقول بس عمل لي تخطيط أو عمل لي بس إيكو بهيك حالة، لابد أنه نشرك وسائل التشخيص لنوصل للتشخيص الدقيق الصحيح النهائي، وبناء عليه بتتوجه خطة العلاج أو برنامج العلاج اللي إن شاء الله بيكون فيها الشفاء للمريض. اللي المريض كمان مثل ما حكينا له دور كتير مهم الحقيقة بالعلاج، عن طريق الالتزام بالحمية، الالتزام بالأدوية الموصوفة. فينا نقول عنه هذا المرض خطير اليوم دكتور؟ ممكن نكون يعني بحالة خطيرة إذا ما انتبهنا له، وحالة سهلة جدا إذا كان انتبهنا له من البداية وسمعنا الكلام مثل ما بيقولوا وبتعالج. وياما في مرضى عاملين عمليات ثقب أذيني شفناهم من 30 سنة مثلا، يعني هلأ عم يراجعونا بعد 30 و 35 سنة وما أحلاهم، ما في شيء، يعني عايشين حياتهم طبيعية. وحتى سيدات يعني تزوجوا وانجبوا ما بصير عندهم أي مشكلة. طيب دكتور، اليوم حكينا هيك بشكل كتير مفصل عن موضوع الثقب الأذيني، خلينا كمان في أمراض متشابهة من الثقب الأذيني أيضا هي بتكون ناتجة عن تشوهات خلقية وبنشوفها عند كتير أطفال، ولكن بتظهر من بداية مثل ما بيقولوا الولادة، أنه بيظهر أنه هذا الطفل مصاب بهذا المرض الخلقي. خلينا نضيف أو نحكي عنه مشان ما يصير في لخبطة بينه وبين. نحن قلنا أنه عيوب القلب الخلقية كتيرة من الثقب الأذيني، ممكن كمان فتح بين بطينين، بقاء قناة شريانية، آفات صمامية فرضا، يعني في مشاكل بالصمامات قد تكون خلقية. هلأ ممكن تترافق مع بعضها وممكن تيجي معزولة، يعني ممكن ألاقي فتحة بين أذينتين لوحدة، ممكن تترافق مع مشكلة بالصمام، ممكن تترافق مع مثلا فتحة بين بطينين، بقاء قناة شريانية، اتصال بين الأبهر والرئوي مثلا. الحقيقة لما تتشارك الآفات الخلقية الخطورة أكبر والعلاج أصعب الحقيقة. لكن لما تكون معزولة علاجها سهل جدا، لما يكون بس مرض واحد يعني موجود فهذا بيكون كتير سهل وعلاجه خلينا نقول شافي بنسبة كتير كبيرة. وممكن حتى لو ما نعمل له عملية ولا إجراء عن طريق القسطرة، ممكن يعيش حياته عن طريق الأدوية وبيعيش حياته طبيعية. المهم أنه يكون مسيطر على الحالة وما يصير في تدفق دم زيادة ما بين القلب الأيسر للقلب الأيمن، وبالتالي ارتفاع الضغط الرئوي. المريض له دور كتير مهم مثل ما قلنا، عن طريق أنه الشيء اللي بنسميه الحياة الصحية، المحافظة على وزن مثالي ما أمكن، الابتعاد عن التدخين بكل أشكاله. طبعا خلينا بس نحكي عن موضوع التدخين، لأنه ناس ممكن تلاقي فرق أنه بين السيجارة أو الأرجيلة، لا نفس الشيء الحقيقة، بالعكس الأرجيلة أضر. وحتى هلأ في السيجارة الإلكترونية
والأرجيلة الإلكترونية، ولسه هدول أثرهم أضر من السيجارة العادية والأرجيلة العادية. دكتور كانوا يقولوا أقل، هي أضر. عم نشوف اليوم مراهقين للأسف، للأسف شديد. صحيح. وجودك معنا لليوم وننوه على هاي النقطة المهمة. اليوم في مراهقين وأطفال للأسف بعمر كتير صغير، يعني لسه ما وصلوا لسن المراهقة. أنا شفتهم بعيني، كانوا صف يمكن سابع ثامن. صحيح. في أصغر كمان للأسف. في أصغر. يعني قديه خطير هذا الموضوع على صحتهم؟ قد ايه ممكن يسبب لهم ظهور ثقب القلب الأذيني فجأة أو يكون هو عامل رئيسي؟ هلا هو بيأثر الدخان والأرجيلة على الشرايين أكثر، وبيأثر على الرئتين، وإذا في ثقب بفاقمه، طبعا بفاقم الأعراض. لكن خطورته عند الشباب من تأثيره على الشرايين الإكليلية، شرايين مروية لعضلة القلب. فعلا لما يبلش الإنسان بالدخان أو الأرجيلة باكرا، فبيكون تأثير مضاعف عنده. نحن مرحلة الأنابوليك أو البناء من ولادة للخمسة وثلاثين سنة، فمن يبدأ خلال هالمرحلة بالتدخين خلال هالمرحلة بيكون التأثير كتير كبير عليه. بعد هيك مرحلة الكاتابوليك أو الاستقرار خلينا نقول، بصير الأثر أقل، ولكن هو بيأثر لو كان عمره 80 سنة. لكن من يبدأ بالتدخين أو الأرجيلة باكرا بيكون عم يعرض حاله لخطر أضعاف مضاعفة الحقيقة. وكل ما كان أبكر، كل ما كان أصغر المدخن أو المؤرجل، كل ما كانت الخطورة أكبر وأكبر عليه. يعني شيء غريب أنه لقي شاب عمره 20 سنة وحاطط شبكة بقلبه، أو عنده قصور قلب مثلا اللي حكينا عنه قبل شوي ناتج عن هالموضوع هذا. يعني غريبة الحقيقة هي، ما كنا نشوفها إلا بعد الستين والسبعين، هلأ صحيح. عم نشوفها بالعشرين والثلاثين. والسبب الرئيسي هو الدخان أو الأرجيلة. الشغلة الثانية الإكسار منها بشكل مفرط جدا. يعني بعض المرضى حكوا لي الشباب أنه ممكن مثلا 10 مرات يأرجل باليوم. إذا نفس الواحد أو رأس الأرجيلة الواحد يعادل باكيتين على الأقل، فتخيل الكمية المذهلة اللي عم تدخل لجسمه، واللي هو ما بحس فيها الآن، لكن بعدين رح يحس فيها ورح تظهر عليه الأعراض شئنا أم أبينا، يعني بأي صحيح. شكل من الأشكال. صحيح. دكتور، طب حضرتك كمان نوهت لفكرة كتير مهمة، وقلت أنه أيضا الشخص المدخن أو المرأة المدخنة ممكن تسبب تشوهات خلقية قلبية بسبب تدخينها. صحيح. مع أنه حضرتك عم نحكي عن مدار التدخين، شو هي أبرز المشاكل القلبية اللي ممكن يتعرض إلى الجنين بسبب تدخين الأم، حتى ولو كان تدخين سلبي، يعني كانت جالسة بجو كله دخان؟ يعني هلا أبرز مشكلة هي نقص النمو وصغر حجم الطفل. هي أول شغلة، لأنه عن طريق التدخين أو الأرجيلة بتنقص الأكسجة بجسم الحامل وبيؤدي لها الموضوع، وممكن تظهر أمراض قلبية عند الجنين مثل ما قلنا. التدخين هو عامل أساسي للإصابة بأمراض القلب الخلقية، في ترافق بزيادة نسبة الأمراض القلب الخلقية عند أجنة المدخنات، سواء كان سيجارة أو الأرجيلة. فهذا أكيد مدروس ومعروف هالترافق هذا. طبعا كمان الأثر بيزيد لما الأم بتأرجل أو بتدخن قدام طفلة، قدام الوليد أو الرضيع أو الطفل الصغير. التدخين السلبي بيأذي مثل الإيجابي، فلو ما الشاب أو الطفل أو اليافع خلينا نقول، لو ما مسك الأرجيلة أو السيجارة، إذا كل يوم بهالجو فهو اسمه مدخن سلبي، وهذا بيأثر كتير عليه طبعا للمستقبل، بتتفاقم المشكلة معه بتظهر باكرا. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة هي موضوع الغذاء. هلا سابقا كان الأكل صحي أكثر بكتير من هلا. هلا عم يعتمدوا الشباب خاصة طلاب المدارس على الوجبات السريعة المصنعة المعلبة الجاهزة. كانوا قبل يلفوا صندويشة بالبيت، ياخذ معه خيار، بندورة، أي شيء، تفاحة. هلا صار يعتمد على الشيء الجاهز المعلب السريع، وهي كتير خطرة الحقيقة. مع الوقت بتؤدي لظهور شيء بنسميه متلازمة استقلابية، بيرتفع الضغط، بيرتفع الكوليسترول الشحوم، بيرتفع السكر، بصير مقاومة للأنسولين، وبندخل بقى بمرض تصلب الشرايين الباكر وظهور الأعراض باكرا عند الشباب للأسف الشديد، نتيجة نمط الحياة
الغير صحي. من جانب تاني كانوا يلعبوا رياضة بشكل أفضل بكتير. هلأ كان في حصة رياضة بالمدارس، هلأ شبه انقرضت للأسف يعني. وللأسف كمان دكتور نحنا يعني خلص وقتنا مع حضرتك، وأكيد كتير من النصائح اليوم قدمت لنا إياها وهي مفيدة جدا لكل الأشخاص يلي ممكن ينصابوا بهذا المرض. أكيد نتمنى السلامة للجميع، وبدنا نتشكرك دكتور. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، الله يعطيكم العافية.